ورحمة الله تعالى وبركاته، ومعنا ومعكم في قناتنا أحيان تي في، وفي فيديو جديد اليوم إن شاء الله سوف نستعرض يعني جهاز فيزيو سمارت تي في حجم 43. هذا الجهاز الرائع من شركة فيزيو، يعني أنا أنصح جميع الإخوان يعني بشرائه، وعينك يعني مغمضة، لا تخاف من هذا الجهاز، لا من حيث الصورة لا من حيث الجودة. إذا قبل البدء في شرح أو تشغيل هذا الجهاز لأول مرة، أتمنى أن تشتركوا معنا في قناتنا أحيان تي في للمزيد من المعلومات والإفادة والمزيد من الفيديوهات، فقط لنصل لألف مشترك لأقوم بإغلاق القناة. الآن وصلنا إلى أعتقد 490 مشترك، نتمنى أن نصل إلى 1000 في أقرب وقت لكي لا يقوموا بإغلاق القناة. وإذا وجدت أن فيديوهاتي تقدم لك إفادة، لا تنسى الاشتراك و يعني مشاركة الفيديوهات الخاصة بنا لتشجيعنا للمزيد إن شاء الله، وتابعوا معنا الفيديو إلى النهاية. شكرا لكم الإخوان. سوف نقوم بتشغيل الجهاز لأول مرة، هو جهاز فيزيو، اشتقنا إلى فيزيو كثيرا كثيرا. أنا صراحة أحب هذه الشركة جدا، يعني أفضلها على باقي الشركات الأخرى، يعني جودة ممتازة. ذا فيزيو سمارت حجم 43 قوس، أول مرة شي يشتغل معك هكذا. سوف نختار سويفو اللغة، سوف نختار الفرنسية سويفون. هنا نديرو سويفون، ما نختاروش اي شي حاجة، نديرو تيرميني. نديرو سويفون. ماروك، نديرو اكسيت فروج، شو لا اكسيت في جهاز التحكم، يعني حتى من حيث يعني جهاز التحكم فهو يعني شكل انيق جدا. اذا سوف نقوم ب يعني ملاحظة محتويات الجهاز. سوف نذهب الى السمارت الخاصة بالجهاز، سوف تضغط على المنزل الموجود في على جهاز التحكم كما تلاحظ امامك. سوف نقوم بالنزول، هي السمارت الخاصة بالجهاز، سوف نقوم بربطها بالواي فاي. سوف نختار يعني الانفينيكس، سوف ادخل الكود. الان هو يقوم بالبحث يعني نجار الاتصال. نديرو انفوي وي في كونكت في الاسفل كما تلاحظون فهو كونكت. سوف نقوم بالرجوع يعني من خلال هذا الزر، لكن قبل ذلك سوف نذهب الى الاعدادات. سوف نذهب الى ستوكاج كما تلاحظون، ستوكاج اسباس دو ستوكاج انتجري بارتاجي 3.4 جيجا. سوف نقوم بالرجوع بخوبخ يعني المزيد من المعلومات. سوف نختار الفيرسيون، يعني الفيرسيون اعتقد الفيرسيون اندر وايت فهي 8. ميس انجور نيتورك دي سيستيم، يعني اذا كنت تريد ان تفعل او تحديث عبر الانترنت فقط يجب ان يكون الجهاز موصول بالواي فاي، ثم تقوم بميس انجور جديد عبر الانترنت، يعني وهذا يعني ميس انجور لوكال دو سيستيم، اعتقد انه بشريحة اليو اس بي. اما هذا فخيار تاني ميز انجور
نيتورك دي سيستم، يعني من خلال الواي فاي، يعني يجب ان يكون متصل بالواي فاي. سوف نقوم بالخروج. يعني صراحة جهازي يبدو لي انيق جدا كما تلاحظون، يعني هذا ملتي ميديا نافيغاتور، هي جوجل يشتغل معنا بسرعة. سوف نذهب الى المزيد من التطبيقات كما تلاحظون، هذه يعني يمكنك ربطه بالهاتف. سوف نذهب تولي زابليكاسيون، ابليكاسيون ماكيت، هذه الخاصة بتقييد التطبيقات. نضغط على اليوتيوب، نضغط على تيليشارجي، فهو يقوم بالتحميل وبسرعة كما تلاحظون. انصلي انكور، ابغي وقد فتح معنا. يطلب منا ميزانجور جديد، سوف نقول له لاحقا بيانفوني. اعتقد انه يطلب يعني الجيميل، هو اشتغل معنا. سوف نختار هذا الفيديو على سبيل المثال. اليوم مراكش مسابقة الغلاق الرابحة جاكو، سيارة، بيسي، تلفاز ذكي، سكوتر، تابلت، سمارت فون. إنه رأس عائلة قاتلة. نقوم بالرجوع. يعني فهو ممتاز، لا من حيث يعني الحجم، لا من حيث يعني خفته. يعني وصراحة أنا دائما أفضل أجهزة فيزيو على أي جهاز، دائما أفضلها. سوف أقوم بالخروج مرة أخرى. يعني هناك العديد من التطبيقات مثل نتفليكس أو يعني فيسبوك إلى آخره، يعني العديد من التطبيقات التي يمكنك تحميلها. اعتقد انه يحتوي على الانستغرام، فيسبوك، يعني سمارت ممتاز لهذا الجهاز. فنقوم بالخروج. اوكي، لا بأس ان تقوم بتحميل.